السلام عليكم خاوتي، دائما احنا في حنار، انا معكم فرانا في هيثرو، مطار هيثرو الدولي. على كل حال الداخل ما خلناش نصوره لان السيكوريتي والامن، على كل حال صورنا واش قدرنا، لكن شفنا اشياء. الهند، الخطوط الجويه تاع الهند، يعني الصف لاشان منظم، موريشس، جزر موريس منظمه، وكل الطائره ما عدا الجزائر يعني المسؤوله وحاول ينظم الحاله، لكن وحده ما يكفيش. يعني بصراحه الخطوط الجويه الجزائريه كل حاجه معوجه، السومه غاليه، تشري البي بالفيزا كارد ما يقبلوهاش، كاين امور كثيره، الميزان كيف دير منا، هما صح حاجه منا يقدروا يعاونوا، صح كاين الناس يغمض عينه ولا واحد، لكن ليش ما يديروش باجاج فيكسي وخلاص. على كل حال يعني شفت اشياء، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، لازم الناس هذو الجزائريين يتوحدوا يهضروا على حقوقهم، بما ان الخطوط الجويه الجزائريه ملك الجميع وهي يعني مراه الخطوط الجزائر، فبالتالي لازم يهضروا على حقهم، وهذا هو خاوتي. السلام عليكم خويا بالقاسم، انا جينا وصلنا فاميليا كنا في الدار كحله، حلوا الكيشي، حلوا على العشره الوحده، زوج ونص مازال الناس ما دفعتش، زوج وزياده لا غالب، كاين فاميليات مابطين كابات، سي نورمال فاميليا العيد ورمضان هذا شيء عادي، بصح النظام ما كاش، شفتي شحال واحد وجبد ما تلوموش، قال لك صور وقف معايا، صور معايا، قال لك وقف معايا وصور، ثم يرميك على راسك، لا ماشي صور، هو خايف المشكل وراهو. احنا عندنا واحد العقليه تاع لي زالجيري هذه ما حبش تبدل، وشنو هي؟ اللي يحكم بوستيريها وحده ما كاش معاونه، نورمالمون شاف ديسكال شفناه راهو يسي يدير البوسيبل تاعو، يدير البوسيبل تاعو، بصح ما عندوش اللي يعاونو، علاش ما يحكمش؟ هو قال لهم وحدي ايه ما كاش، علاه ما يحكمش مع زوج ثلاثة؟ أم كاين معاه بصح هو اللي يخدم، هو اللي زوج ثلاثة يعاونوه، كل واحد واش كيدير، فهمتني؟ نحلو شي لا بريسيون، باسكو كاين اللي تاوانا اللي اتيك يفهمو، كاين اللي تاوانا شي معوجين، وكاين فهمتني؟ باش يعاونوه، باسكو واحد لا بريسيون، ميم كي يخدم خدمة شابة، لا بريسيون غادي يولي يضرب برك، فهمتني كيفاه؟ بزاف عليه، يعيا هذه وحدة. ثلاثه ما باش انا واش من ساعه يفتحوا لنا هنايا ما كنا غير ماشي، مازال حلو على 10، حلو على 10 ومازال ما فرا، مازال زوج ونص، مازال في ثلاثه، مازال في فرع ثلاثه، الطياره لحقت الفرع ثلاثه ومازال ما لحقوش، دوك الفول يروح جوايع 5 ولا 6 توجور، واحد قدامي شرا بي دوك 450، شرا دوك في البلاص البارح كان هنا ميس داطون حبي يستنى، قال لي ما لقيتش البي دوك، هبط لهنا باش يجي بيه ولقى 450 شرا مسكين ورايح، وشنو هذا؟ هضرنا مع ناس هنا قال لك يا ودي دوك انا باش تدخل الداخل يقول يسقسيك وي اوف لاين، تقول له الجيري يقول لك جبد منا، علاش الفول تاعنا جبدوه منا وشنو؟ كي سقسينا المراه هذيك الانجليزيه قالت لك باللي قال لك عند الراجل عندكم هما اللي اكزيجاو لنا هاد 10 كيلو ولا 8 كيلو، ما تفوتش 8 كيلو، ما تفوتش 8 كيلو ولا طب يحسبوا في الميزان. بينما الاخرين اللي راحوا الدول الاوروبيه واي دوله كنحسب هذا الموضوع غير الجزائري، كان قدامنا فول تاع بنغلاديش شغل رايحين نيويورك، هنودا شغل رايحين نيويورك، نقدر بالنظام وكذا، حنا صاحبي وين؟ داخلين معاهم واش يحبوا؟ خوتنا هذا الفيديو باه تربية الجزائريين في الجالية، أي دون راي باه يديروا الجالية، المشكل هذا لازم تكون فيها معاونة، لازم يجيبوا ناس، فهمتني؟ يعطوا لهم ويجز تاعهم. خوتي بعد ما كنا نصوروا في مطار هيثرو رانا راجعين للدار دوكا، وصلنا واحد الفاميليا، المهم خويا رضا قلت لك المشكل اللي يبقى انه هو لازم كما قلت لازم الناس ماشي واحد يخدم وحده، لازم تقرا لازم زوج ثلاثه اربعه فهمت يتعاونوا كاع يخدموا كل واحد مني. انا شفنا ناس ثلاثه معاه واش ثلاثه معاه، انا مش طوال ولا كانوا هذوك تاع ليكسيس باجاج يخدموا وحدهم، هذوك نحكي لك هو لازم يكونوا معاه واحد ثلاثه ولا اربعه فهمتني. اورينتاسيون واحد يسقسي لازم تكون فيهم ثاني مره ثاني مع النساء هذوك اللي نسيب واجي وحدهم، كاين عجايز كبار ما يعرفوش، كاين فهمتني. انا نظن بلي مشكل ماشي انسان واحد سوبرمان يحكم الدنيا كاع، صح هذيك العقليه قديمه احنا عندنا يجيب اونترينور يحكم ليكيب وحده معاه، فهمتني؟ ياك تشوف هما شغل بار اكزومبل دوكا اونترينور تاع الانجليز كابيلو ولا تلقى 77 واحد يخدم معاه، حنا واحد قبل زوج اي الف وباء الف وباء، واحد ويجيب الاخر اونترينور تاع لي كارديو اونترينور تاع خلاص سي بون، زوج يحكم زوج ثلاثه يحكموها، لا وكلش تنطبق على كاع الرئيس وكيف رئيس حاكم وزارة الدفاع، حاكم وزارة الاخر، حاكم وزارة فهمتني، ما يقسموش الاخر، كل واحد حاكم بعد السقم، لازم يكون تنظيم شويه، صح لازم ينظموها، لازم مانجمنت، لازم عباده. بالمناسبه اسمح لي يا خويا عليك
هذيك هي طياره اسمحوا لي تاع فيرجن اتلانتيك، هذا مولها برايفت يعني تاع الخواص. هذيك خويا رضا اسمح لي لازم ينظموا هذا المطار، المطار هذا تيرمينال 5 هذا لازم ينظموا روحهم يا خويا. وهم راهم يقولوا، راهم يقولوا احنا رانا سيئه والعام الجاي ان شاء الله تكون خير من هكذا. قالنا هكذا قالنا السيد كي سقسينا قال لك يا ولدي وشغل ايرجيني دوموندات 20 طياره سيتي اون 2008 ولازم ما لحقوهمش، مازال ما لحقوهمش، لحقتهم غير وحده غير كيما في ما لازم شراوها غير 250 مليون 19 طياره باش تلحق. بصح كاين حل واحد اخر على غير تقدر تكري تكري اكري اكري هذه مشكله يعاني منها الجزائر هنا بزاف في بريطانيا. اكري ويا خويا علاش خلاص السلاح سلاح سهله باش تشريوه، تشريو السلاح صح وطيارات باش تخدمونا حنايا. لا لا خويا بالقاسم اسمح لي يا خويا رضا اسال تفضل خويا واش يعني تحكي لنا على المطار واش المطار صارت اليوم والله كارثه كيفه والله كارثه يا اخي اكشف جينا احنا جينا نشوفوا لجل المشكله هذيك جينا المشكله وصلنا واحد فاميليا وفي نفس الوقت شفنا شفنا العجب يا اخي الناس يا اخي راهي فوضى كبيره الناس يتشكي. انا جامي شفت فولي دي ماري 3 و3 مازالش تدفع في الباكاج ديالها على 22 شوف مع البي اي ما كاش نقاش عندك جوج باجاج ما تزيدش الله يباركها الله يبارك قلتها وعاودتها الله غالب كل واحد عنده فاميلي عنده ظروف عنده دراري وبداو لنا بصح يا اخي ديجا كهبطك ستريسيت ديجا ديسكريمينيشن على الجزائريين يعني موفاز موبيتاسيون علينا دير لنا كيجي وحدنا كيجي قال لك وي فلاين تو الجيز ما بيقولوش شنو هذا راك راه ما تفوتش 8 كيلو في يدك هكذا غابة علاش يكرهونا هكذا كيما هضرنا مسؤول في علاش هذه تاع 8 كيلو علاش بريتي شواز 15 كيلو مسؤول في القنصليه هذاك هضرنا معه واش قال لك؟ قال لك حنايا الجاليه تاع الجزائر منسيه تاع الانجليز منسيه في الجزائر صح ما يمدوش لابورتونس لينا هو السيد يخدم في الدوله ياك مع الدوله ياك وقالها لنا حاجه واحده اخرى البارح انا نشيكي في الانترنت ار فرونس الجي لو الجي باري 160 بوندا خو لو 28 اوت وهي ثلاث ايام قبل رمضان حتى مول العيد شفت البي 180 اي روتور الشيكيت اراجيري وعلى بريتيش اورواي شحال 400000 خو سمح بي يقول شكون تشري اونلاين قال لك السيد قريب 700 اونلاين فوالا سمح بي يقول شكون تجي في تشري ماشي اراجيري شركه اخرى تبيع له احنا ما يكسبتوش الفيزا ما يديرولناش دوفول في النهار خويا ثلاثة زوج سوايع في ونصف سما روح صباح ربي الفول تاع 8 من بعد الفول تاع 11 والفول تاع 5 والله ثلاثة تليكيدي كاع راجي انتيكو بيا ويركبوا سون ستراس بلا زعاف بلا قنطه وهذيك العبسه تاع الميزان هذيك والاخرى ما ديرش 32 كيلو ديروها 30 كيلو لازم لك فوتشر تبدها من الويب سايت يعطي لك 10 كيلو زايدين هي 40 يا راجل بريتيش اورويز كانوا 23 دوكا رجعوها 28 اليوم ديمارات عندك 28 كيلو في يدك والهند واللاكاج دوزيام خلصوا 32000 اونلاين شوف النظام تاعهم كيفاش لي زونغري ماغري لي بريم الجزائر بصح النظام تاعهم مشوا عليه لهنا الله رعيب يا خويا والله العظيم غير محقورين في كلش هنا محقورين يتاما انا نشوف راسي حيطرطق يا دين الرب والله الراس تاعي راه يطرطق يا ديجاك تهبط اوفر ستريس هابط البلاد دوك اوفر ستريس بزاف ناس هابطين دراري كدا وغاشي الحس شفنا الفاميليا تما يعني مسوفرين والمشكل دوك ديماريو على 6 لحق الجزائر على 8 8 ونص مع الخرجة تاع الاخر لي بي بي كاشي باسبورات راهي شوف لي سكون في وراني يلحق غدوة صباح جا راح النهار الهواري مسكين هذاك راح الهواري راح الهواري هذاك الهواري راح مسكين مسراس ينحي هذه دخل مع صباط تلفت له كاع مسكين تلفت له كاع واش يدير والله اسمع العقليه مهما تكون انا في شوف تلحق فويس انا العالم كاع تلحق الجزائر راسك يحبس يحبس مي تبلوكا كاع اباك وين تروح هذيك الباكاج هذاك وين تروح غير الجزائر الباكاج بزاف حبيبي صالح اسمح لي خو واحد هبط 8 باكاج 8 معاه 8 فاليزات ومن بعد تشكي على الميزان نتايا هاك لابط 8 فاليزات صافي المشكله من الطرفين ذاك بارك الله فيك من الكوتي من دون لي كوتي على مع لي زونغلي تلزم عليك الحال تهبط زوج ثلاثه صح مع لي زونغلي زعما مع حتى لي يكون شويه ما يكبرش كرشو راجيري تاعنا سي نورمال بصح ما نسبناش غير نسبوهم غير هما ثاني صح تهبط 8 كابات حبيبي وتكون الميزان غالي هبط ثلاثه وفيها بركه يا خويا نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يسمعوا الناس اللي مسؤولين واللي ماشي مسؤولين الناس ماشي نسبوا في المسؤولين ثاني ما الشعب يلعب دور ثاني انت مهبط 8 كابات حبيبي ما تكومبليني على البي صح لا سي با نورمال صح البي غالي بصح خذ شوف اشك مهبط المشكل مهبطين كاع الخرد
واحد مهبط فيلو فيلو شت فيلو فيلو هبط لي فيلو للجزائر خسر عليها الميزان والاخر ميزان دي باش تهبط لي فيلو لا وكاين يطيشوا الفيلوات ما هبط لي التلفزيون اه كاينين كلش في الجزائر يعني عندك دراهم شري يا حبيبي انا صاحبي عايش في فرنسا شري من الجزائر شري من الجزائر المشكله انه في الجزائر ثاني ما تقدرش لهم ثاني السلعه كاع شينواس لا كاع دابا يخدموا في الجزائر دوك التلفزيونات تسمع لي مونتاج يديروا في الجزائر مونتاج تاع خرطي ثاني شري في كاين تلفزيون جي في سي ماشي صالح علاش جي في سي غادي شي بالك انا جبت جي في سي 3 دي اه وين في الجزائر اه باكس وما كاوش 75 مليون اه يا شري دوك انت 75 مليون 3D مزال جديد بالك على هو هنا تشري ب 250 اللي هي واحد 4 ملايين تاع الجزائر على كل حال بصح كاين حوايج ماشي قصد ديالهم الماركه كاين كوندور كاين كريستور كاين سامسونج كاين ثم على بالك بغيت القصيد صالح لا لا هو المشكله ماشي على هذيك الحاجه السلعه المشكله على راه الجيري السومه تاعها وطير التنظيم عندي مشكل داخل فيه مشكل اه السيرفيس تاعها شويه اه ربش احنا الله غالب فينا عباد شوية معوجين صح هذه واحد يستعرض بها والإدارة تانية كيما دوك فهمتني ثم لازم في الطرفين في زوج يسمو راح صالح أخوي داك بصح هي الإدارة هي الصح كي تسد فهمت خويا صالح هذه هي ثم لازم في جوزي في زوج يسمو راح بصح بصح الطرف الأكبر شكون طرف الإدارة دي باينة هي إيرانجيري بصكو علاش إيرانجيري كي تبدا تسقم في السيرفيس تاعها ولي سيرفيس مليح وكذا الشعب يفارو ماركي هذه شوف التغييرات هي تحسن هي دوكا تحسن صراحه في المطار كان تحسن زمان كان هو يحسن روحه فهمتني اه كيما بار اكزومبل بريتش عندها البان سيرفيس تاعها مليح الشعب تدخل تدخل في الصف في الصف اه سلام عليكم هاي كانت اكثر ما كذا على بالك لا راه جري على كل حال كان يا مي تسكموا شويه مي بصح مازال هاك شوف كيما هذيك باش تخلص كي تدفع لي باجاج ومن بعد باش تخرج دايرين عشان خط الجزائري وحدهم اه قال لك كي تقول لها منين تقول لك كلها كراهات الجزائري روح منها روح منها فهمتني باسكو فهمتني علاش باسكو لازم غير 8 كيلو شكون قال لهم هكذاك؟ الجزائري سقسينا المراه هذيك واش قالت لنا؟ قالت لك الجزائري انجليزيه تخدم قالت لنا علاش 8 كيلو؟ مازالش دوميستيك سكيل سو هاو ماتش سو الجزائري دو ذي By using domestic scale. This is what this ship in iceberg. Some passengers come down and are very angry to us. Yeah. They're very angry to us. So hope and within price. Because they don't want to deal with it. They get us to deal with it. Do you understand what I'm saying? And they concern and some passengers are so nasty. And we try to say, look, it's not us. You need to go and see the airline. But they say what they say it's all to do with weight when it gets on the aircraft. No, I'm not talking about this. About 8 kilo and 9 kilo and laptop. This is between kilo and 500 grams. That's the problem. The funny thing. Some things. Kilos is 10. Some, it depends which airline. Arik, we have a lot of problems, but. كان امرأة وراجل. قالنا قلت له علاش؟ قال لك الاراء الجزائريه اللي قالت لنا ما تفوتش من 8 كيلو حتى عندك اللابتوب لازم ديروه لداخل وتوزنه داخل الفاليزه تاعك. سما هذا ما علاش داروا غير الجزائريين؟ احنا فواياجينا شكون اللي دار الجزائري؟ فواياجينا كاع في الايرلاين هكذا هذه رايانير عماك رايانير ايزيجات شيب هما اللي مزيرين على لي باكاج وقدامنا يخلوك تطلع 15 كيلو 15 كيلو سان ستوندارد لا بليبار يديروا 15 هذه 8 ما باينش علاش بالك تاو عندنا شغل كثروا شويه صح من داك تلقى تطلع دو تروا باكاج هذه نفهمها في هذا الشيء صح لا ماشي فهمتني؟ اه هذه هي وماذا بينا يحسنوا كل شيء اخويا ماذا بينا يحسنوا فهمتني؟ احنا ركزنا على الغلة تاع السوم هذا الغلة هذه شيء واحد اخر هذاك ركزنا بزاف على البي غالي 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 يعني واش رايك يعني يكون السوم المليحه اللي تساعدنا كاع في لندن؟ السوم المليحه؟ اه بصح لازم على العام على العام 200,000 150 ثاني مليحه 200 باش يساعدونا وساعدونا 200 يا سيدي علاش؟ زيدوا لكم شويه زيدوا تشيبيوكم شويه يا رجيري ديروا دراهم 200 في العام ساعة العام 200 بوبري ماشي يلحق العيد ورمضان والصيف وبداو يبداو تصور اللي عنده خمس دراري ولا ست ما يهبطش مسكين يا سمي يهبطش وين يهبط كي درنا الفيديو هذه هدرنا واحد تاع كندا واحد مسكين اليوم جو مرتو بعثوا دراري وحدهم ما يقدرش غالية عنده زوج دراري بعثهم وحدهم والمرات هو ومرتو ريحوا لهنا بالمناسبة هذه المشكلة ماشي غير في اصحاب لندن كيما هذاك تاع كندا مسكين اللي موريال والله منين قال لك قال لك انا موريال تقدر تفهمهم علاش بعيده على كل حال صح بعيده فهمتني اه 950 دولار كنديان باش حتولي بصح قال لك عندي 5000 سمي
دولار صافي خدمه 6 شهور قال لي ايه عطانا فهمتني هما مو يزيدوا يشريوا الطيارات ولا يكريوا الطيارات ولا فهمتني ولا فهمتني هذه هي يكريوا يا خويا ماكمش قادرين تشريوا ما عندكمش دراهم اه اكريوا اكريوا الطيارات على بالكم باللي كاين جاليه دوك كبيره اللي هنا راهي في لندن ماشي غير لندن اوتسايد خارج مانشستر ليفربول هم قاع يجوا اه في لندن ولا لندن سيتو بزاف تو انا عايش في لندن قاع يخدمون اه ما كاش طياره من ايرلندا كاع ما عندناش ما عندنا لي كونسيلاني اللي هضرنا عليه اه لامباساد لا والو هذاك هذوك مساكن منسيين كاع وعندنا وقال فايته شي قانون انا كنت عايش تما وعلى بالي فايته مترو 3500 على بالك شو 3500 اه تزيد لي تما شحال كاين شحال كاين ربي يهديك شحال كاين كاين 15 ربي بالك واحد 7000 8000 دولار هكذا زاد هو واللي ما عندهمش كوارت ما تحسبوه اه راح احكي لي السيد المره اللي فاتت قال لي عندنا 3500 هذا جا لي كبيره راهي تما يا خويا ربي يكون معاهم وخاوتنا في الغربه كاع يكون معاهم ان شاء الله هذا هو خويا وبارك الله فيك وان شاء الله ربي يلطف بينا ان شاء الله يا يعني الغربه احنا الجزائريين الغربه كي في الغربه كاع كي تما صدقني وان شاء الله الشعب ثاني تربى شويه على بالك لازم له توعيه لازم له توعيه 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 وكي تهضر ماكش ضد بلادك رانا بالعكس انا نحب بلادي على ولا يضرب آه. باسكو شاف باللي ما كاين والو عيا فقد الامل شاف باللي ما كاين والو شاف باللي الاداره يضرب برك هو يضرب برك هذه هي يا خويا يعطيك الصحه فهمتني كي تشوف باباك معوج هكذا سيفي سامون تخرج معوج ثاني فهمتني علاش هذيك هي تخرج كي تشوف باباك انسان صالح تحب تقتدى به ان شاء الله وحنا هذا الكلام انا يسمى نقولوا كلام ثقافه ثقافه هذه ثقافه هذه ماشي قضية بوليتيك ولا قضية حنايا كونتر الجزائر ما لا كونتر الجزائر ما رانا بلادنا اه حنا نحبوا لا نحبوا الجزائر اكثر من استغفر يا ربي بالك اكثر من الجزائر اللي عايشين صح علاش كاين النوستالجيا كاين فيس بزاف كيما نقول لك شتا في ربي يعطيك الصحه اخويا رضا شو مع بالقاسم بالقاسم يا بالقاسم قلنا صلاح الشعب لازم يسقم روحو ثاني ماشي غير الدوله حنا هضرنا زوج الحكومه سقم روحك انت ثاني حبيبي طال لك الشمس سقم روحك ودير الثقه في روحك ونطلبوا جميع المصالح اللي عايشين هنا كاع اللي عايشين هنا سواء اللي عندهم لا فامي اللي راهم سناقل كاع كيف يسقم روحك يا هما وندم روحك يا هما وكي تهضر على وكي تهضر على الحق ما معناكش ضد بلادك بارك الله فيك انا كي نقولوا حاجه حبينا نغيروا حاجه الحاجه نمشوا معها بالنظام صح بنيتي شرواج علاش منظمين باش كلهم منظمين هذه تنظمنا معاهم سرتو فيه هيدرو بارك الله طلعتي الكاميرا الفايف انت راسك يحبس خويا دفع وين حبيت خو ما يكريليش دوكي شي تروا كيش باش كل بلاد ودايرين لداخل ايكول بيزنس وايكونوميك وحدها هفوا بها باغي الغاشي ما يروحش اه لا هذا ما قال وان شاء الله يجيب الخير الله ان شاء الله وصحه رمضانكم اه وكل عام وانتم بخير وان شاء الله العام الجاي يكون خير مع خير ان شاء الله وتنظم الامور وتسكن الحاله ان شاء الله وان ربي يجيب ساعة الخير ان شاء الله ما نعودوش نشكو ان شاء الله باسكو السيد هذا واش كان يقول مقبله تاع الكونسيلا قال لك العام الجاي تكون خير من هذا العام وماذا بينا ان شاء الله فكاستيون اداره كلش جواسات الليبيين ان شاء الله يكون فيها خير احسن شيخ ديما ثاني بالقاسم علاش ولا فكرني بهذيك تاع مولوديه تاع العام الجاي لا هو يتبعوا كلامه قال لك تبع الكتاب حتى الباب الدار لا باش ترقدونا هكذا قال لك تبع الكتاب حتى الباب الدار انا نشوف الملموس الوقت الحاضر شوفوا الملموس هذا كل خطره يقولون العام الجاي العام الجاي العام الجاي يا غريب ليك الله يا غريب ليك الله وخلاص ربي يكون معاه بصح لازم تقدر تهدر تقدر تهدر ماشي اضرب شوف كل يوم انا نبعبعو يا خويا اهدر اهدر وراك بحريه يدزوا معاهم صافا باش بهم انا رسالتي مبلغه باش بهم انا كاع دوك انا جابني الغرور جابني الخير انا الانجليز جابك خير خويا بالقاسم يا حيا لي خويا الانسان ولد حر خويا صح حنا حضرنا هضروا صح فهمتني اه اوني دي ميوزيلمون اوني دي امازيغ عرب فهمتني اه دي زالجيريان اه واحد ما يحكم فيا انا يحكم فيا ربي سبحانه نهضر اليوم ونهضر غدوه الحاجه اللي تعجبني نقول هذه مليحه الحاجه اللي ما تعجبنيش نقول هذه ماشي مليحه وانا شي با انسان بارفي انا فهمتني في الاخطاء ولا الصواب قادر نجيبها في الصواب فهمتني وربي يا ربي هو اللي يحكم معنا سبحانه ان شاء الله ربي يوحد القلوب خويا رضا ان شاء الله ماذا بينات وحده كاع نولوا كاع ان شاء الله
في يد واحدة إن شاء الله. أكره في الرونغ رايت ويا ليزام مكش راه الرونغ واي. هذاك هو ما تفضل. شوف اللوطورو تصلح خويا شوف اللي داف لوطورو خويا شوف السوق العقلين. عليك هذه. مش كيفاش تسوق خو. عليك الناس خويا. مش كيفاش تسوق خو. فايف بوزيشن خو. عليك. بعقلك الواحد البوزيشن تاعو ما يخرج. علاش هادو منظمين يا دين الرب؟ علاش هادو مسكمين؟ علاش هادو ما يخليك تدخل في الصف معاهم دراع؟ حنا علاش في الجزائر كي الجزائر تدخل لابيش تاع البلاد؟ تقول انت مقلق مستريسي باسكو علاش دخلت في المضمون ديالهم؟ ودار هنا الضو هذا باه ما يقيسش شوف طلعه باه ما كيفليش وكيف الضو كاع ما يقيسش. علاش هادو منظمين؟ كل واحد يمشي في البوزيشن ديالو عندك الرايت لافت الميدل وان وراك تمشي عادي. انت كنت تهبط للجزائر لاروبور تخرج ديجا باش تخرج من الباركينغ عندك بصلاة النبي الحبيب. خاصة الناس يجوا مرغاية اخونا الجيريان بلده دار فيديو هذا الجيريان بلده ويعرف حبيبي نعرفوه في الجزائر دار فيديو ضربه قال ثلاث سوايع مثنيه للرغاية لو كان واحد لاكومبرومو في بومر الناس هذيك هذيك هي هذيك هي هذيك هي الناس تبيع لاتاي تما مقوت لاكومبرومو كحله على بالك انا كي نهبط كي نهبط البلاد كي نهبط تما ما نديرش ضربه من البرج الالجي كيما نديرها مرغاي من هذيك الطريق بومرداس الاخر طريقك على بالك بلي راسك المشكل كاع المشكل تاع التخطيط تاع النظام ولا ما يديروش طريق طريق خاص علاش ما حمولوش مع الاول خليها خلي 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 ساسوكي على ما يديروش طريق شوبي على ما يديروش طريق خاص المطار وحده المهم يخمولها بكري هذه مازال مازال الايروبور تاع الجزائر دخلها بتيكي هذيك الطريق قلت له علاش تيكي قال لي الدوله الدوله تاعنا اسمها الليل هنيك ولات خو ديك طرف الباركينغ انا نديرو فلكيو باش ندخل الباركينغ انا وخويا جا واحد دخل من النور ديالك قال له خويا وينك رايح؟ قالوا لنا دير لاشان قال لهم على باليش بيك تسمعهم هذا اسمه يركب لك في الهبال هذا حبيب لك دير لك القنطاش في عينيك صح يا دي شام مريض يا راجل غير الحكومه الحكومه يا الشعب اللي سكمر بروحه صح الشعب نظم روحك هكاك عليك ولا هنا انا نهبطوا انا نشوفوا العوج الشعب خليك من الحكومه الحكومه ما بلاش كاع بيك سكم روحك خو صح لا يغير الله بيقوم من حتى يغير ما بيقوم هي كان حاجه بالقسم هو في رايو المراك هكذا كي هدرك ذاك بارك الله فيك شغل مالك زعما قافز فهمت خويا فوالا هذا هو خويا ونكملوها نكملوها معكم انا في الطريق وخلاص خويا نكملها مع الشيخ صالح ثاني اخر اخر كلام خويا انا نتمنى الخير احنا وجبنا جبنا الخير لما كان انا ما جبناش الخير انا خويا احنا خرجنا بلا ما يعني خرجنا خرجونا بطريقه غير مباشره الناس اللي جاوا في الثمانينات والتسعينات الغالب بعد ذلك هذو الشباب مساك اللي حقوا في البحر عيب الدوله كيما الجزائر خيرات بترول وين هذا الرجل المناسب المكان المناسب كيف الجزائري شباب شباب كيما هذو بترول دوله غنيه وشعب فقير يحقوا يموتوا في البحر يموتوا في في بلايص علاش المسؤولين هذو علاش ما يقوموش بالشباب تاعنا صراحه انا جزائري ونحب ولاد بلادي نحبهم في بلاد عايشين انا كون كيما في بلادي خير وجابني نجي لبلاد الناس البواقع وجابني هنايا يعني صراحة يعني الشعب ضايع الشبيبة ضايعة يعني ورا المستقبل تاعنا احنا اللي قبلنا ضاعوا احنا ضعنا واللي مورانا مرانا ديروا قرار للشباب الجزائري في بلادنا يعني اللي ماشي قادر المسؤولية يخلي واحد مسؤول شباب بزاف لأن الشاب يفهم الشاب ديروا وزارة خاصة بهذو الناس الحراقة اللي يموتوا بالبحر وزير الشباب خاص أو كاين شباب الرياضة الجالية والهجرة دير واحد ما تقدر مسؤولية دير مسؤولية أخو هاي مسؤولية أمام الله أي واحد مسؤول راهي مسؤولية أمام الله يعني ربي عز وجل يعني زل القرآن الجبال ما حبوش يرفدوها لأن أمانة ورفد رفد القرآن هذا الأمانة رفد الإنسان الإنسان دائما يظلم ويجهل خاوتي هذا مكان وبارك الله فيكم القلب معمر ربي واحد القلوب السلام عليكم والسلام عليكم كاع جميع الغربه ان شاء الله رمضان الله جاي ان شاء الله ميساج تاعي درك بتي ميساج انا هكذا قريته انا قريت في الجورنال وشفت كالكو فيديو على المير تاع جيرالد هذاك ربي يطلق صلاح وان شاء الله ظلموه هذاك ظلموه باسكو ولا اللي يضرب الحق في الجزائر لا كان عنده الحق ان شاء الله فهمت يدوا الحبس ولا يغموه ولا فهمت هذه حقره هذه بصح ماشي الحبس ماشي كل شيء خويا اسمعي هذه فهمت لكن على حقه هذه حقره ربي يطلق صراحه ويطلق صراحه المظلومين وكاينه حاجه فهم كاينه حاجه في بين الجزائريين خلونا من العنصريه هذا اسلامي وهذا انا في رايي هذه ماشي ما تخدمش الجزائريين صح هذا اسلامي وهذا اش منها ها خلونا كيف الجزائريين كاع كيف خويا هذا اسلامي وهذا كذا هذه ما تخدمش الجزائريين يعني الاقصاءات انت ولا توصلوا نتفقوا بلا وجماع في الله يبارك حرف مليون الله يعني ربي يوفقهم ان شاء الله الحمد لله هذا الشيء ما سمعناش به صح بارابورتو هولندا هنا ما عندناش ما بان موصل صح
قلت لك القضيه قاعده في الشعب. ربي يوحد قوله خويا. الله يجيب سلاك ان شاء الله. خويا رضا اخويا هذه هي، وكما قلنا لا درنا لكم فيديو قبل رمضان، انا درنا لا ما درنا صحه رمضانكم ان شاء الله نصوموا خير على خير، وربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، وبارك الله فيكم. ويا خويا لك الميساج هذا لحق السلطات ولا الاداره يا خويا، ديروا حاجه ان شاء الله ان شاء الله ديروا حاجه، وربي يوعد قول بلي راكم تشوفوا ديروا حاجه ان شاء الله. ونخليكم على الطرود تاع حنايا كل حال هنا اليوم الحد، على كل حال تعليق هذه بدون تعليق صالح الحد اليوم الحاله مشغوله بزاف، وعلى بالك الناس يمشوا اليوم، لكن الطريق هي معمره وهذا هو، كاين ربعه يدو وربعه يجيبو، وكاين الخمسه تاع لابوليس، هذا هو خوتي، وربي ان شاء الله يوحد القلوب، وبلادنا بلادنا نحبوها مهما كان، هذا هو. ونخليكم هنا ان شاء الله. نو كومنت نو كومنت، هذا هو رانا داخلين هنا، قال هذه ام 25 موتور واي 25، يعني بلا رقم انا كل واحد كيف كيما اوتورود هكذا، هذا ام 25، هذا هو يعني الناس يخدموا بلادهم، لا بترول ولا يحزنون. كان اللي يقول لي الناس سرقوا هذو سراقين، ما يحبوا بلادهم خويا. المسؤول المير يقبض هنا عام، علاش يقبض عام خويا رضا؟ هذه اختار براون، خلي الموضوع نسالسخسو سؤال وجواب، علاش هنا المير يقبض عام؟ علاش يقبض عام والجزائر يقبض 5 سنين ولا 4 سنين؟ علاش؟ باينة هذه، تنقولها علاش؟ تنقولها لك صاحبي. علاش؟ علاش؟ أنا باش ما باش ما يوالفش بزاف، باش ما يبداش يدخل في الكوش هذا. والله باه يخدم خدمته عام. يخدم خدمته ويجي رايح، ولا كان خدم مليح بالك يزيدوا يفولطيو عليه. بيان سور، خويا أنت واش قلت على براون؟ هذه اختار براون دخل السبيطار. دخل السبيطار. ماشي ديفيد كامرون هذاك، ماشي براون. ديفيد كامرون. ديفيد براون خلاص وقته. فوالا. ياس. دخل. ما دارش الكمامه اللي غطي وجهه باش السباب، تقول السيد كان مريض كوما، ماشي هو الستاف كاع تاعو، الستاف قال تخليهم طيب، قالوا خرجوا خرجوا بابا، هذه في الجزائر انسى باش تشرف في البي ار كاع، انسى باش تشرف. اشوف انا بنادم بسيط عادي هنا عادي، يجي شد يا اخو ديما هذاك تاع اليمن من هذاك يا اخو، حرقوه ضربوه سبحان الله يا اخو، سبحان الله السيد محروق قاعد هو هكذاك، وحب يحب يزيد مازال له شاد في الاخر، قال لهم نعاودوا، قال لهم نعاودوا، روح 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 دير توبه على روحك، توب ربي وقول ربي اغفر لي واش درت، والقذافي حرب صالح حرب حرب، وهذو لهم يديروا كومن ويجي كونتر علينا كيفاش يا خويا، دبر دبر راسك، هذاك اللي درت كومن تاع التلفزيون قال لي فيف لي جينيرو فيف الحكومه، ايه شنو هذا على زعما، وي تشيبي وي تشيبي، تما هذا حبيقو زعما وسنا فينا نرجعوا له، هذاك تاع فيسبوك اللي قال لك على ولد الشهيد، قالت لك بلي هذا ما شكيتش ولا تشاهد، انا على الشيطان يا مراه هذيك عايشه في تبسه ولا مش عارف، انا على الشيطان يا شاويه، انا على الشيطان، انا على الشيطان، تقول ليش كلام كيما هذا السيد راهو محروق محروق زيد الشاهد هذاك واش به 30 سنه محروق في الغربه، تقول تفوت فراش هذاك راس الاستقلال مولوه مولوه في البرارك، قول السيكتور نعرفوا البلايص هذوك حنايا، انا يما بنت شاهد، انا خويا معوق يا بحينك 100%، عنده بونسيون تاع 300,000 في الشهر، معوق 300,000 في الشهر، من عند الله معوق هذا، اعطي له حقه، هذاك لو كان جا صغير نجيبو له نتا فيه، علاش نعوج هذا؟ لا حول ولا قوة، واحد عمى كاع نعرفو مسكين، عمى عمى كيف كيف حقرة بزاف خو، اسمح لي الحقرة، ودائما هدرنا 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 يا خوتي، كي نهدرو هاو ماشي ضد بلادنا، حبينا التغيير اللي ما فيه خير للبلاد والعباد، 36 مليون حبيبي دوك الجيريم كان سيبرمي في لافريك، السودان باهي تقسمت سعر البريمي في لافريك دوك في المساحه، المساحه علاش انا حقي في السبع، انا حبيت نشري دار في الجزائر، علاش لازم لي 70 مليون بوندا باش نشري دار في الجزائر، انا تما لازم نرشح حيدي كاع في الغربه باش نشري دار، سهلوا لنا الامور شويه يا خوتنا، شوفوا الله يا ربي، والله ما ربي ربي كاين، والله ربي كاين، وربي هو اللي ياخذ الحق، يا ربي خذ الحق، هادو عواشر رمضان، الله يجيبها في راس اللي راهو يخرب، الله يجيبها في راسه، والله يعطيها الله يعطيك هي ما تنحى ان شاء الله. امين. هذا واش نقول، الله يجيبها في راسه اللي راهو يدير نفنش. امين. انا قلبي راح يخرج. امين. الراس تاعي يطرطق. الله يجيبها في راسه اللي راهو يدير نف المشاكل هذوما. الناس هبطت للجزائر تحوس وانت مربوط هناك الكلب. معيش الكلب. عينه من المعيشه هذه، عينه من المعيشه تاع الغربه هذه. يونا مار كاع. نحكي على روحي عندي 10، ونحكي على صالح عنده 30، نحكي على واحد عنده 40، وين راح هذا الهبال هذايا؟ عينه من المشاكل هذو، عينه من مار. وزيد كي تهبط يعيوك. يعيوك. في المطار يعيوك. ها القش يعيوك، الطياره تيكي
لا حول ولا قوه الا بالله خويا. انا هالموت انا كاع ما شاء الله ربي يجيب صحه خير خويا. خويا بارك الله فيك خويا رضا. يا خويا كيما نقول لك حضرنا بما فيها الكفايه. بارك الله فيك خويا ويعطيكم الصحه وسمحوا لنا على نرفينا ولا خلطنا في الكلام باسكو واحد راه معمرك شايف كيف. وصل على خاوتي كاع احبابنا اللي راهم في الجزائر ولا اللي راهم في اوروبا ولا اللي راهم في امريكان ولا وزينا مدبزه تاع اليوتيوب هذه فهمت. وكيما قلت لازم ترفدوا بشويه بيناتنا ولازم نكونوا واحد يسامح خوه واحد يعذر خوه كو سوا كيما قلت انت اني اسلاميست ولا كومينيست ولا ناتي ولا انا فهمتني موني قاعد ديزالجيريا بشروط ما يتعداش على حقوق الاخرين هذا ما كانوا اللي قاعد ديزالجيريا وبيناتنا كاع ان شاء الله ان شاء الله نديروا اليد في اليد وفهمتني واللي يقدر بالهضره يحضر واللي يقدر بحاجه اخرى يدير حاجه اخرى واللي يقدر فهمتني يعاون يعاون واللي يقدر يمد دراهم يمد دراهم واللي قادر فهمني يعاون خوه يعاون خوه هذه هي كل واحد وماذا بينا ان شاء الله حتى بلاد لا تسقم وتولي بلاد اموا كما يقولوها ماناش نقولوا كيما الانجليز ولا كيما الله غلط ما تلحقش ما يتلحق بلاد اموا صافي بامكانيات بامكانيات يقدروا يديروها بلاد اللي ما عملش انا كيفاش تونس والمروك خير منا علاش تونس والمروك خير منا تونس والمروك خير منا في حوايج بزاف في حوايج بزاف خير منا انا رحت لتونس ورحت للمروك في حوايج بزاف خير منا حنا اللي سقوها في العشرة السوداء يقول لك 10 10 سنوات السوداء هذا راه زوج 10 سوداء تحشوناش حنا فخنا بكري حنا ما تحشوناش شو هذا بدك الكلام السوداء انا هذا تحشوناش حنا اني واي حضرنا بزاف خاوتنا سلام عليكم وعليكم السلام خويا بالقاسم بصحة وسلام عليكم وصحة رمضانكم على كل حال رمضان مازال بعيد شويه بصح مازال ما بقاش واحد 3 ويكس ربي معنا في رمضان هذا ربي معنا وخلاص ان شاء الله خاوتي و... خدمة وتعب ان شاء الله ربي يكون في العون ان شاء الله خاوتي بدون ان طولنا عليكم على كل حال سمحوا لنا اذا قصرنا في حقكم ونسلم عليكم كاع بدون استثناء نسلم على الناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش واللي نسيت واللي نعرفهم ونسيتهم سمحوا لنا على كل حال راكم في قلوبي كاع نحب كاع خاوتي مهما كان انا احنا مسلمين جزائري وهذا هو والسلام عليكم خاوتي أنا أسلم عليكم قاعة